بالنسبة لطلبات السكنات العمومية الإيجارية بالنسبة لدائرة وهران، العدد تاعها تراكم لأنه كانت فيه نقص في المعالجة، يعني ما آخر معالجة للملفات تعود لسنة 96. الشيء هذا نجمع عليه تراكم الملفات ونوصل العدد تاعها إلى حوالي 99700 ملف. منذ سنة 2017 شرعت مصالح دائرة وهران في الفرز الأولي للملفات، وين أدت إلى النقص ولا نزول العدد إلى 43 ملف قابل للدراسة من لجنة الدائرة. اليوم العملية تقدمت وتشرف الانتهاء لأنه لحقنا لسنة 2009، وأول طلب يعود لسنة 75، يعني عدد كبير تاع ملفات. اليوم الحمد لله أنا العملية تشرف، عملية التحقيق تشرف الانتهاء. بعدها مباشرة راح تشرع لجنة الدائرة المكلفة بالبت في هذا النوع من الطلبات، راح تشرع في العمل تاعها، وبعدها مباشرة إن شاء الله راح تخرج القائمة للعلن.